السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى أهله وصحبه وسلم. ازيكم يا أحلى متابعين في الدنيا، وحشوني جدا جدا. النهاردة إن شاء الله اليوم الرابع من رمضان، مش عارفين هنفطر ايه، فخليكم بقى معانا. معانا هنا صدور فراخ، طبعا أنا جايبة هنا صدر فرخة مقطعة قطع، معايا زيتون أسمر، معايا زيتون أخضر، معايا جبنة موزاريلا، معايا فلفل حار، معايا هنا التوابل بتاعتي، سبع بهارات، معايا فلفل اسود، معايا شطه حسب الرغبه، معايا ملح. اول حاجه هنا انا جبت حله على النار، معايا هنا حلتين على النار، حله هنا فيها سمنه على زيت، وحله هنا اسلق فيها المكرونه. طبعا معايا هنا معلش اقلام مكرونه، اقلام كستين اتنين. طبعا انا جايبه كستين اتنين، يعني عايزه اعمل يا دوبك صينيه على قد الفطار بس، مش عايزة اكتر عشان الحاجة اللي بتترمي اللي بتتفضل لتاني يوم، مش عايزة افضل حاجة لتاني يوم. اول حاجة يا حبيبي انا جبت هنا حاجة على النار، المية تغلي اهي، تمام. احط فيها بقى شوية زيت كده وشوية ملح. هنا يا حبيبي المية تغلي، هنحط المكرونة. الحلة التانية طبعا هنحط فيها سمنة على زيت، هنحط هنا الفراخ. هنقلبها اوي كده ازاي تاخد لون. بعد كده انا هحط الفلفل الاخضر، انا حاطة فلفل حار، طبعا انتي حسب الرغبة معاكي. بعد كده هحط زيتون، عندك زيتون اسمر او اخضر زي ما انت عايزه. انا هنا حطيت زيتون اخضر اهو، هحط شويه اخضر وشويه اسمر، اقلبهم كده مع بعض كويس. طبعا انا هنا معايا التوابل زي ما قلت لكم، سبع بهارات، شطه حسب الرغبه، فلفل اسود، ملح. انا مش بحب اكتر التوابل قوي عشان ايه، عشان يبقى طعمها حلو. هنسيبها مع نفسها كده. كده يا حبايبي كده الميه غلط بتاع المكرونه اهي. نفضي بقى المكرونه، مكرونه هنقلب بقى المكرونه ايه، ونسيبها مع نفسها كده. طبعا بقلب دي اهي كمان. انا مش عايزاه تقيل، انا عايزاه خفيف. طبعا ما تنسوش تحط له قشطه وجبنه موزاريلا كده. كده حلو قوي، اطفي بقى عليه. اول حاجه يا حبايب قلبي بقى معايا هنا الصينيه، احط البشاميل. بسم الله. بعد كده بقى المكرونه، اول حاجه يا حبايبي انا حطيت كده المكرونه اهي، بعد كده انا هحط البشاميل تاني، لازم نشبعها بالبشاميل كده. حبايبي بقى هنجيب الجبنه معانا، انا كده حبايب قلبي حطيت الجبنه اهي، طبقه من الجبنه. بعد كده بقى نحط الفراخ اللي احنا عملناها. كده حبايب قلبي انا حطيت الفراخ اهي بعد الجبنه، يعني الاول طبقه بشاميل وبعد كده جبنه وبعد كده الفراخ. بعد كده بقى نحط المكرونه. بعد كده حبايب قلبي بقى نحط بقيه المكرونه اهي. بعد
بعد كده هنحط طبقة جبنة كمان. وكده يا حبايبي انا حطيت الجبنة اهو، هنحط بقى البشاميل اخر حاجة. وكده يا حبايبي بقى ادخلها الفرن وبعد كده ايه اطلعها معاكم. وده شكل المكرونه بعد ما استوت اهي، والمغرب بيقول الله اكبر. مش عايزه اقول لكم بقى دي عايزه تتاكل سخنه كده. وكده المكرونه اهي بعد ما طلعت من الفرن، طبعا زي ما قلت لكم المغرب بيقول الله اكبر اهو. هغرفها بقى معاكم واوريها لكم. النجرسكو كده، النجرسكو معاكم معلش. كده بقى يا حبايبي هطلعها اهو. بسم الله. طبعا دي عايزة تتاكل سخنة، حلاوتها ان هي تتاكل سخنة متتاكلش برد. بسم الله. يا حبيب قلبي يا حبايبي دي لازم تتاكل سخنة كده. وده كان شكل الفيديو بتاعنا النهاردة، ويا رب الفيديو لو عجبكم متنسونيش في لايك وشير وسبسكرايب للقناة. شكرا ليكم يا أحلى متابعين في الدنيا.